في شهر رمضان الكريم يعد الصيام مدرسة للتربية على الجود بجميع أنواعه، جود المال ففيه الحث على الصدق وتفطير الصائمين ومساعدة الأرامل والمحتاجين، وجود الوقت ففيه نفع المسلمين والمشي في حاجاتهم والقيام على شؤونهم، وجود الذات ففيه بذل المال عند الأغنياء وأصحاب اليسر ابتغاء الأجر من الله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.